أعزائنا طلاب الصف الثاني الثانوي العلمي، نرحب بكم عبر المنصة التربوية السورية. موضوع درسنا اليوم هو في كتاب الجزء الثاني في الوحدة الثانية، وهو النشاط المتعلق بالمعادلات أو حل المعادلات المثلثية. إذا نشاط المعادلات المثلثية، نبدأ أولا بالمعادلة كوساين إكس يساوي A، حيث A هو عدد حقيقي معطى. سوف نناقش حالات هذه المعادلة وكيفية حل مثل هذه المعادلات. بالمناسبة هنا هذه المعادلات المثلثية هي هامة جدا لمرحلة الصف الثالث الثانوي العلمي، إن كان في مادة الرياضيات أو حتى في مادة الفيزياء. المعادلة كوساين A يساوي كوساين X يساوي A، حيث A هو عدد حقيقي معطى. إذا عندما نقول أن A هو عدد حقيقي معطى، فقد يكون هذا العدد أي عدد حقيقي، موجب أو سالب، أكبر من الواحد أم أصغر من الواحد. سوف نناقش الحالة الأولى. في حالة نميز حالتان هنا، الحالة الأولى إذا كان القيمة المطلقة لـ A هو أكبر من الواحد، أكبر تماما من الواحد. القيمة المطلقة لـ A أكبر تماما من الواحد مثل ما وجدنا في الصف العاشر، لأن هذا يعني إما X أصغر من الناقص واحد أو A، عفوا، إما A أصغر من الناقص واحد أو A أكبر تماما من الواحد. فإذا هنا عينا على محور الفواصل، لاحظ هنا تعيين على محور الفواصل، قطعة مستقيمة طولها A أكبر من الواحد، نهاية هذه القطعة هي النقطة التي فاصلتها A وترتيبها صفر. أو قطعة مستقيمة طبعا طولها هو A، لكن طبعا هي تمثل، حيث يمثل العدد A عددا سالبا هنا، لكن هو أصغر من الواحد. فالنقطة A فاصلة صفر هنا، A عدد سالب وأصغر من الواحد. لمعرفة حلول المعادلة نرسم كما تعلمنا في الدائرة المثلثية سابقا، فنرسم المستقيم X يساوي A، تمام؟ إذا هنا في هذه الحالة المستقيم X يساوي A، لاحظ أنه لن يقطع الدائرة المثلثية بأي نقطة. إذا كان A أكبر تماما من الواحد، فلن يقطع المستقيم X يساوي A الدائرة المثلثية بأي نقطة. إذا لا يوجد حلول للمعادلة كوساين X يساوي الA. أيضا المستقيم X يساوي A إذا كان A عددا سالبا وأصغر تماما من الناقص واحد، أيضا لن يقطع الدائرة المثلثية بأي نقطة. إذا لا يوجد حلول للمعادلة كوساين X يساوي A في حالة الA أصغر تماما من ناقص واحد أو أكبر تماما من الواحد. أما الحالة الثانية فهي إذا كان A عددا محصورا تماما بين الناقص واحد والواحد، أي A أكبر تماما من ناقص واحد وبنفس الوقت أصغر تماما من الواحد. الآن في هذه الحالة إذا عيننا نقطة فاصلتها A وترتيب الصفر، وهنا A هو إما أصغر تماما من الواحد أو أكبر تماما من ناقص واحد، فإذا رسمنا المستقيم X يساوي الـ A فهو سوف يقطع الدائرة المثلثية حتما في نقطتين، نقطة M مثلا ونقطة M فتحة. هذه النقطة M يصنع شعاع M مع الاتجاه الموجب لمحور الفواصل زاوية قياسها تيتا، بينما يصنع الشعاع او ام فتحة مع الاتجاه الموجب لمحور الفواصل زاوية قياسها ناقص تيتا. اذا لاحظ هنا هذه الزاوية ناقص تيتا وهذه الزاوية تيتا. هنا نستنتج مباشرة ان حلول المعادلة كوساين اكس يساوي A هي اما اكس الزاوية اكس تساوي تيتا زائد 2 بي كي، حيث كي هو عدد صحيح. إذا إما X يساوي تيتا زائد أعداد صحيحة من الدورات، ونعلم سابقا أنه كلما أضفنا أعداد صحيحة من الدورات فيرجع تعيين النسب المثلثية نفسه للزاويتين. إذا X يساوي تيتا زائد 2 بي كي، والحالة الثانية هو X يساوي ناقص تيتا زائد 2 بي كي فتحة، حيث كي فتحة وكي هما عددان صحيحان. إذا الخلاصة نستنتج انه لحل المعادله كوساين اكس يساوي كوساين تيتا، تيتا يساوي هنا لديها مجموعتان من الحلول، هي اما اكس يساوي تيتا زائد 2 بي كي او اكس يساوي ناقص تيتا زائد 2 بي كي فتحه. اذا حلول المعادله كوساين اكس يساوي كوساين تيتا لها مجموعتان من الحلول، اكس يساوي تيتا زائد 2 بي كي او اكس يساوي ناقص تيتا زائد 2 بي كي فتحه. الان ننتقل الى تطبيق مباشر. فإذا أخذنا المثال الآتي، حل المعادلة كوساين إكس يساوي جذر 2 على 2. الآن نستبدل العدد الحقيقي جذر 2 على 2 بكوساين البيعة 4، إذا كوساين إكس يساوي كوساين بيعة 4،
مباشرة مثل ما تعلمنا الآن، إما X يساوي ب 4 زائد 2 بي كي، هذه أول مجموعة من الحلول. هذا يعني أنه إذا أعطينا كي القيمة صفر، هو عدد صحيح الكي، فأحد الحلول هو X يساوي ب 4. إذا أعطينا كي العدد واحد، فأحد الحلول أيضا هو ب 4 زائد 2 بي. إذا أعطينا كي ناقص واحد، فأحد الحلول هو ب 4 ناقص 2 بي. يمكن أن نوحد مقامات نجد أيضا حل، وهكذا. أما المجموعة الأخرى من الحلول فهي X يساوي ناقص ب 4 زائد 2 بي كي فتحة، حيث كي وكي فتحة عددان صحيحة. مثال آخر، لو أخذنا المعادلة 2 كوساين X تساوي جذر 3. الآن ننقل جذر 3 إلى الطرف الثاني ونقسم الطرفين على 2، فتصبح المعادلة بشكل كوساين X يساوي ناقص جذر 3 على 2. الآن نستبدل ناقص جذر 3 على 2 بكوساين 5 ب على 6، إذا كوساين 5 ب على 6 هي ناقص جذر 3 على 2. نجد أن المعادلة أصبحت كوساين X تساوي كوساين 5 بي على 6. ولها أيضا هنا استبدلنا كوساين 5 بي على 6 بالعدد ناقص جذر 3 على 2 حسب الإرجاع إلى الربع الأول الذي تعلمناه سابقا. إذا إما X يساوي 5 بي على 6 زائد 2 بي كي، أو X يساوي ناقص 5 بي على 6 زائد 2 بي كي فتحة. هذه هي مجموعتا الحلول لهذه المعادلة. الآن ننتقل إلى المعادلة من الشكل الآخر، وهي من الشكل ساين X يساوي B، حيث B هو عدد حقيقي أيضا معطى. نلاحظ أيضا هنا نميز حالتان، إذا كان العدد B بالقيمة المطلقة أكبر تماما من الواحد، هذا يعني أن إما B أصغر تماما من ناقص واحد أو B أكبر تماما من الواحد. هنا على محور التراتيب، هنا نأخذ نقطة فاصلة صفر وترتيبها B، لكن هو أكبر تماما من الواحد، هذه هي النقطة، ونأخذ نقطة فاصلتها أيضا ب أصغر تمام من ناقص واحد وفاصلتها صفر عفوا، وترتيبها ب أصغر تمام من ناقص واحد. إذا رسمنا المستقيم y يساوي ب، نلاحظ أنه لا يقطع الدائرة بأي نقطة، وأيضا y يساوي ب في حالة ب أصغر تماما من ناقص واحد، فهو لا يقطع الدائرة بأي نقطة. إذا لا يوجد للمعادلة كوساين ساين عفوا x يساوي ب حلول في حالة البي أكبر من الواحد أو أصغر تماما من الناقص واحد، كما في الحالة السابقة تماما. أما الحالة الثانية، إذا كان بي عددا محصورا بين الناقص واحد والواحد، نرسم هنا قطعة مستقيمة طولها بي. نرسم الآن مستقيم يوازي محور فواصل، فهو يقطع الدائرة المثلثية بنقطتين، النقطة الأولى M مثلا والنقطة الثانية M فتحة. نقطة M تصنع شعاع أو M يصنع مع محور اتجاه الموجب بمحور فواصل الزاوية تتا، وهذه هي الحل الأول. ويصنع طبعا النقطة M فتحة مع مبدأ المعلم شعاع أو M فتحة، يصنع أيضا شعاع أو M فتحة، يصنع أيضا زاوية قياسها بي ناقص تتا. لاحظ الزاوية بي ناقص تتا. الآن هاتان الزاويتان لهما نفس الساين، نفس الجي. إذا للمعادلة مجموعتي حلول، إذا حلول المعادلة ساين إكس يساوي بي مجموعتها حلول، هي إما إكس يساوي تيتا زائد 2 بي كي حيث كي هو عدد صحيح، أو إكس يساوي بي ناقص تيتا زائد 2 بي كي فتحة، حيث كي وكي فتحة هما طبعا عددان صحيحان. إذا الخلاصة أنه للمعادلة ساين إكس يساوي ساين تيتا مجموعتان من الحلول، المجموعة الأولى هو إكس يساوي تيتا زائد 2 بي كي، والمجموعة الثانية هو x يساوي p ناقص تيتا زائد 2 بي كي فتحة. إذا ملخص السريع الآن، كوساين x يساوي كوساين تيتا لها مجموعتان من الحلول، x يساوي تيتا زائد 2 بي كي، أو x يساوي ناقص تيتا زائد 2 بي كي فتحة. أما المعادلة ساين x يساوي ساين تيتا فلها مجموعتان من الحلول، إما x يساوي تيتا زائد 2 بي كي، أو x يساوي p ناقص تيتا زائد 2 بي كي فتحة. الآن نأخذ مثال مباشر، حل المعادلة ساين X يساوي جذر 3 على 2. طبعا نعلم أن ساين البي على 3 هو طبعا جذر 3 على 2، فنستبدل جذر 3 على 2 بساين البي على 3. مباشرة مجموعتا الحلول، إما X يساوي بي على 3 زائد 2 بي كي، أو X يساوي بي ناقص بي على 3 زائد 2 بي كي فتحة. هنا نوحد المقامات، 3 بي على 3 ناقص بي على 3 هي 2 بي على 3 زائد 2 بي كي. مثال آخر، حل المعادلة ساين 3 إكس الآن يساوي جذر 2 على 2. نستبدل جذر 2 على 2 بساين زاوية شهيرة أو
زاوية يمكن إيجادها بالإرجاع إلى الربع الأول. ساين 3 إكس هي ساين بيعة 4. ومنه إما مجموعة الحلول الأولى هي 3 إكس أو بيعة 4 زائد 2 بي كي. ومجموعة الحلول الثانية ومنه نجد أنه بالقسمة الطرفين على 3 نجد أن إكس تساوي بي على 4 على 3 هي بي على 12 زائد 2 بي كي على 3 وهي مجموعة الحلول الأولى. أما مجموعة الحلول الثانية فهي 3 إكس تساوي بي ناقص بي على 4 زائد 2 بي كي فتحة. نقسم طرفين على 3 ونوحد المقامات لنجد أن طبعا بي ناقص بي على 4 هي 4 بي على 4 ناقص بي على 4 وهي 3 بي على 4 ثم نقسم الطرفين على 3 تمام. اذا تصبح 3 بي على 4 على 3 تمام. اذا 3 بي على 4 ضرب 1 على 3 يمكن ان نختصر 3 مع 3 فنجد ان اكس بي على 4 زائد 2 بي على 3 كي. اذا بي على 4 زائد 2 بي على 3 كي وهي المجموعه الثانيه من الحلول. ننتقل الان الى الصيغه الاخيره لمعادلات المثلثيه. اذا المعادله الصيغه الاولى كوساين اكس هاي كوساين تيتا، الصيغه الثانيه ساين اكس يساوي ساين تيتا، اما الصيغه الاخيره ساين يو او ساين في اكس يساوي كوساين يو اكس. اذا هنا ساين يساوي كوساين. هنا مباشره نستخدم الارجاع الى الربع الاول، نعلم ان ساين بي على 2 ناقص يو اكس هو كوساين الاكس، زاويتان مجموعهما بي على 2 فلهما فكوساين احداهما يساوي ساين الاخرى. إذا نكتب ساين بي اكس يساوي ساين بي على 2 ناقص يو اكس، وهنا نعود إلى الحالة الثانية. أو يمكن أن نكتب نستبدل ساين في اكس بكوساين بي على 2 ناقص بي اكس، ونرجع إلى الحالة الأولى. نأخذ مثالا كوساين اكس ناقص بي على 4 يساوي ساين 3 اكس. هنا إما علينا أن نستبدل ساين اكس بكوساين زاوية أخرى تساويها تساوي ساين 3 اكس، أو أن نستبدل كوساين إكس ناقص بي على 4 بساين زاوية تساويها. هنا يمكن أن نكتب مباشرة بسهولة كوساين إكس ناقص بي على 4 هي كوساين بي على 2 ناقص 3 إكس، لأننا نعلم أن كوساين بي على 2 ناقص 3 إكس هي نفسها ساين الإكس. الآن رجعنا إلى الحالة الأولى، فإما إكس ناقص بي على 4 يساوي بي على 2 ناقص 3 إكس زائد 2 بي كي. هنا ننقل ناقص بي على 4 إلى الطرف الآخر. ثم نختزل، نوحد مقامات ونختزل. أخيرا نقسم طرفين على 4 لنجد أن مجموعة الحلول الأولى هي x تساوي 3 بي على 16 زائد بي على 2 كي. أما مجموعة الحلول الثانية فهي x ناقص بي على 4 يساوي ناقص نضرب بي على 2 ناقص 3 x بالعدد ناقص فتصبح ناقص بي على 2 زائد 3 x زائد 2 بي كي فتحة. ننقل 3 x إلى الطرف الآخر وناقص بي على 4 إلى الطرف الأيمن. ثم نختزل لنجد ان تصبح ناقص 2 اكس على ناقص بي على 4 زائد 2 بي كي فتحه. نقسم طرفين على ناقص 2 لنجد ان اكس تساوي بي على 8 ناقص 2 بي كي فتحه. هنا ناقص 2 بي كي فتحه اذا ضربنا العدد كي فتحه بالعدد ناقص 1 فهو ايضا عددا صحيحا فلا يغير من الامر شيئا. وبذلك اعزائنا الطلاب نكون قد عرضنا الحالات الثلاثه للمعادلات المثلثيه بطريقه مبسطه والتي سوف تفيدنا كثيرا في دراستنا اللاحقه. نشكر لكم حسن المتابعة.